رمضان تجلى وابتسم وبان العبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسم وبان العبد إذا اغتنما. الله مولاه بما التزما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له في اجره فانه لا ينقص من اجر الصائم شيئا. افطار جماعي مقدم عن روح المرحوم مصطفى هاشم فوزي ياسين ابو هاشم البلد عرابه رحمه الله واسكنه الله الفردوس الاعلى من الجنه مع النبيين والصديقين وغفر الله له. اللهم تقبل يا رب.